تعود الكرة وحداتية ملعوبة مباشرة. أحمد ماهر العائد بعد أن شارك منتخب الآن النتيجة بين الطرفين التعادل بدون أهداف في ظل ضغط وحداتي وسيطرة تقريبا ميدانية وحداتية. تابع هذا يعني خلال أقل من شهر ثلاث مباريات فيصلوية وحداتية، واحدة في إيابي دوري المحترفين واثنتان في الدور قبل ثمينة. فرصة على طبق من ذهب، فرصة خيالية، فرصة رب. وكذلك التطلع في الفوز فادي عوض إلى أحمد ماهر للأهلي، إبعاد الكرة إلى خارج الميدان. حسن عبد الفتاح يتقدم إلى أحمد ماهر، أحمد ماهر على مشارف 18، كرة وحداتية خطرة 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 خطرة، ما زالت الخطورة قائمة ولكن الإبعاد الإبعاد إلى أحمد ماهر. يزن ثلجي يحاول، يزن ثلجي يسيطر، كرة ملعوبة، عمر قنديل بيلعب كرة تجاه أحمد ماهر والتي تعتبر قمة كروية في منطقة الشمال. بهاء فيصل، بهاء فيصل يتسلم على مشارف منطقة 18 الأهلوية، ملعوبة أحمد ماهر، خطرة 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 خطرة، الله خلق الشباك وزيادة الشباك ثم أرضية أحمد ماهر. وأيضا المدافع، المدافع الخطأ واضح، متابعة حسن يتحمل. نعم كان متوقع بالتأكيد من الكل بأن يزج عدنان حمد بأبو عمارة. أحمد فيصل بالحديث مع الحكم الرابع. إذا دخول منذر أبو عمارة ساحر الكرة الوحداتية وملهم الكرة الوحداتية بالتأكيد. أحمد ماهر يحيي الجهاز الفني